شركة جي إي آر ديتكت بالتعاون مع وكيلها الحصري شركة يو آي جي ديتكتورز، تقدمان لكم شرحا مفصلا عن طريقة تركيب وعمل جهاز جولد هانتر بنظام الاستشعار عن بعد. جهاز جولد هانتر متعدد الخصائص للبحث عن الذهب والكنوز الدفينة والمعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة في باطن الأرض. نظام البحث عن الذهب الأثري الدفين والقديم تحت الأرض. نظام البحث عن الذهب الخام وعروق الذهب وشذرات الذهب والمناجم تحت الأرض. نظام البحث عن الألماس تحت الأرض. نظام البحث عن الأحجار الكريمة تحت الأرض. نظام البحث عن الكهوف والفراغات والمقابر القديمة تحت الأرض. نظام البحث عن الفضة تحت الأرض. أولاً، قم بفتح حقيبة الجهاز للتعرف على مكوناته المرفقة. حقيبة حمل ووقاية الجهاز مصنوعة من البلاستيك المقاوم للصدمات، بطاقة ضمان لمدة عامين. الوحدة الرئيسية للجهاز. مقبض الجهاز. شاحن الجهاز. سوبر أنتين. هوائيات عدد 3. بداية، قم بتركيب مقبض الجهاز، ومن ثم قم بتركيب الأنتين الحديث والأول من نوعه في العالم، سوبر أنتين. المواصفات التقنية للسوبر أنتين: النظام الأسرع والأسهل لاكتشاف الذهب والكنوز الدفينة في باطن الأرض. يعمل هذا الأنتين بنظام سبيرال المتخصص بتغطية مسافات كبيرة من البحث. هذا الأنتين العملاق يتألف من مرسل ومستقبل، يعمل وفق مبدأ التحريض الأرضي وعملية تحليل الإشارة. حين يعمل الجهاز يبعث المرسل إشارة إلى المستقبل، ويقوم الأنتين بتوليد إشارة إيدي كورنت، فيؤدي ذلك إلى توليد موجات حلزونية وتضخيمها لأكثر من 1000 ضعف لمساعدة الجهاز على استقبال الإشارة والوصول إلى تغطية مساحات أكبر في غضون ثوان معدودة. ركب الهوائيات الصغيرة المتخصصة في استقبال الإشارة الصادرة عن الأهداف الصغيرة الحجم. قم بزيادة طول الهوائي لرفع مدى الحس الأمامي للجهاز حتى 2000 متر. بعد الانتهاء من تركيب كافة القطع، أصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام. وحرصاً من الشركة على ضمان تطبيقك لقواعد استخدام منتجاتها بدقة وللحصول على أفضل النتائج، قام فريقها بعمل ميداني مرفقاً بشرح تفصيلي عن كيفية البحث عن الأهداف وتحديد عمقها بدقة بتجربة الجهاز في هذه المنطقة. يجب عليك كمستخدم خلع جميع المقتنيات التي تؤثر على عمل الجهاز، مثال ساعة يد، هاتف محمول، محفظة. يجب عليك الابتعاد قدر الإمكان عن مكان المقتنيات. شغل الجهاز من خلال زر التشغيل On Off. اضغط على زر Power لتشغيل الجهاز لتظهر قائمة اللغات، وهي
الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، العربية. بعد اختيارك للغة تظهر قائمة الأهداف التي يقوم الجهاز بالكشف عنها. يمكنك اختيار الهدف الذي تريد البحث عنه، مثال ذهب دفين، ثم اختر المدى الأمامي المراد الوصول إليه: 500 متر، 1000 متر، 1500 متر، مثلا 1000 متر. ملاحظة: يجب أن يقف المستكشف متجها من الشمال إلى الجنوب، حيث أن الحقول الأيونية عبارة عن إشعاعات صادرة عن الذهب والكنوز الدفينة بعد بقائها لمدة طويلة تحت الأرض وتداخلها وتفاعلها مع التربة وطبيعة تكوين الأرض وانتظامها مع الخطوط المغناطيسية شمالاً وجنوباً. سيبدأ الجهاز بإرسال واستقبال إشارات ترشدك نحو الهدف مباشرة. عند الحصول على أي إشارة سيقوم الجهاز بالالتفاف نحو الهدف مباشرة. قم بتأكيد اتجاه الهدف من الجهات الأربعة لضمان الوصول للهدف بشكل أدق. قم بتتبع الإشارة. عندما يقوم الجهاز بالالتفاف للخلف ستكون قد تجاوزت الهدف. قم بحصر موقع البحث، وذلك بوضع علامة تكون مركزاً لعمليات تأكيد الهدف. قم بتأكيد مكان تواجد الهدف من الجهات الأربع: من الجنوب إلى الشمال، من الشمال إلى الجنوب، من الغرب إلى الشرق، من الشرق إلى الغرب. بعد أن أكدت مكان الهدف، قم بتقصير طول الهوائي وقف فوق مركز الهدف تماماً. عندها سيبدأ الجهاز بالالتفاف بشكل دائري، وهذا دليل على تواجد الهدف تحت الجهاز 100%. لتحديد العمق، قم بأخذ زاوية 45 درجة يميناً أو يساراً من مركز الهدف، وقم بالسير. وعندما يقوم الجهاز بالالتفاف، قس المسافة من مركز الهدف إلى نقطة التفاف الجهاز. يكون هذا عمق الهدف. مثال: لو كانت المسافة بين مركز الهدف ونقطة التفاف الجهاز 5 أمتار، سيكون العمق 5 أمتار. يصل عمق البحث في جهاز جولد هانتر إلى 35 متراً في باطن الأرض، ومدى أمامي بمقدار 2000 متر. جهاز جولد هانتر من أفضل الصناعات الألمانية. يتميز الجهاز بصغر حجمه وخفة وزنه وسهولة استخدامه. صمم هذا الجهاز كي يتلائم عمله في جميع البلدان والأقاليم. نتمنى لكم التوفيق في رحلاتكم الاستكشافية.